في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط التاسع في المجموعة. هذا شوط فئة اللقايا وفئة الجذاع بكار. هذا الشوط المغلق، هذا الشوط بدون أي أوامر. في هذا الشوط الحفلة الكريم اللي في أول المراكز هذه جمرة بتعود ملكية جمرة للسيد عبد الرحمن، للسيد عبد الله بن عبد الرحمن الدجران في أول المراكز مع جمرة. ثاني المراكز، ثاني المراكز هذه الدوحة للسيد علي بن راشد بن شابل المري مع الدوحة في ثاني المراكز. ثالث المراكز عادوا شاينين للسيد سالم بن حمد بن جهويل في هذه اللحظات وحش المضمرين في ثالث المراكز. أما اللي في رابع المراكز وصل شاينين للسيد فرج بن ناصر آل حفيظ المري في الرابع المراكز. خامس المراكز وصل شاينين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في هذه اللحظات في خامس المراكز. والرقصة الغاية حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر اللي في أول المراكز اللي سللت هذه الدوحة للسيد علي بن راشد. اللي في أول المراكز هذه الدوحة للسيد علي بن راشد بن شابل المري مع الدوحة في أول المراكز. ثاني المراكز وصل شاينين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز جمرة للسيد عبد الله بن عبد الرحمن آل دجران في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه شاينين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في خامس المراكز من الجانب الأيمن الشاهينية للسيد فرج بن ناصر آل حفيظ. ولكن حتى هذه اللحظات اللي في أول المراكز هذه الدوحة بتعود ملكية الدوحة للسيد علي بن راشد بن شابل المري مع الدوحة في أول المراكز. ثاني المراكز اللي واصلة في ثاني المراكز هذه الشاينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري. أما اللي في ثالث المراكز وصلت الشاينية للسيد محمد بن صالح بن عقيل المري في ثالث المراكز. رابع المراكز وصل الشاينية للسيد فرج بن ناصر آل حفيظ. أما اللي في خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات، واصلة في هذه اللحظات في خامس المراكز هذه الشاينية ويدعو من كده الشاينية للسيد سالم بن حمد ابن جهويل في هذه اللحظات في خامس المراكز. ولكن اللي في اول المراكز ما زالت هذه الدوحة ويدعو ملكية الدوحة للسيد علي ابن راشد بن شابل المري والكاس مع الدوحة. هذه الدوحة هي الحفل الكريم في أول المراكز. ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد محمد بن صالح بن عقيل في ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز واصلي الحفل الكريم هذه الشاهينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري. ولكن الدوحة راحت الدوحة في أول المراكز. هذه الدوحة هي الحفل الكريم للسيد علي بن راشد ابن شابل المري. وأذكرها جيدا من أول تعليق لها عليها في شوط الصعوب وهي في سن المفاريد يا ابن شابل هذه الدوحة وكانت اسمها الجزيرة. هذه الدوحة في أول المراكز السيد علي بن راشد ابن شابل المري في أول المراكز. ثاني المراكز اللي واصلة الشحانية للسيد سعود بن صالح الزمات أو هذه هي الحفلة الكريمة الفائزة للسيد ناصر بن سالم آل حفيظ في ثاني المراكز. ولكن روح مع الدوحة، روح مع الدوحة يا الحفل الكريم. هذه الدوحة وتعود ملكية الدوحة للسيد علي بن راشد بن شابل المري في أول المراكز. مسيطرة سيطرة تامة هذه الدوحة. إن قلت آنينا والناموس لو لم يكن لبن حفيظ رأي آخر. ولكن هذه الدوحة في أول المراكز مسيطرة سيطرة تامة. تهانينا والناموس لآل شابل على هذا الفوز، فوز الدوحة اللي في أول المراكز والتي سيطرت سيطرة تامة. هذه الدوحة في أول المراكز للسيد علي بن راشد ابن شابل المري. والثاني موصولة للسيد محمد ابن شابل وكل آل شابل على هذا الفوز وأنجالهم فوز الدوحة التي انتزعت المركز الأول. تهانينا والناموس على فوز الدوحة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت هذه الشاينية للسيد الفائز للسيد ناصر بن سالم آل حفيظ. وثالث المراكز اعتقد ان هذه للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري. توقيت الزمن لهذا الشوط 4:40 و70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للاخوة الفائزين في هذا الشوط
الذي بدون أوامر انتزعت المركز الدوحة للسيد علي بن راشد بن شابل المري، وكما ذكرت لي الشرف على التعليق عليها وفي في سن المفاريد فئة الصعوبة وأول سبق لها، وهذا هو هذا السبق المتوالي لهذه الدوحة.